الآن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون بشكل موسع حيال معاناة اللاجئين السوريين في شمال سوريا الذين يقيمون في العراء وسط درجات حرارة منخفضة للغاية. هم الآن الحديث بالنسبة للسوشيال ميديا عن ضرورة دعم هؤلاء. شاهدنا اليوتيوبر الكويتي أبو فيلا وحمل الدعم كبيرة من جانبه من أجل جمع ملايين الدولارات من أجل إيصالها لهؤلاء، وكان هناك حالة كبيرة من التعاطف على السوشيال ميديا مع أي يوتيوبر يقوم بمجهودات كبيرة حيال هذا الأمر. مع الأسف الشديد حتى في واقعة أبو فيلا كان هناك حالة كبيرة من السخط والغضب فوجئ بها الجميع بعد إعلان الهيئة المنظمة لتلك الفاعلية الداعمة لأبو فيلا والجهة المسؤولة عن جمع التبرعات وهي تابعة للأمم المتحدة عن أنها ستحصل على نصف المبلغ الذي قام أبو فيلا بتجميعه لصالحها. يعني هو قام بتجميع 10 مليون دولار، يتحدثون عن أخذهم لخمسة مليون دولار، أمر مع الأسف الشديد جعل هناك حالة كبيرة من الحزن.